إنه عيد الحب، ولكن للحب طعم مختلف في زمن الكورونا، فيطل علينا العيد والوضع بات مختلفاً هذا الموسم مع ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 20%، وتراجع الإقبال على أماكن بيع هدايا العشاق بسبب الأوضاع الاقتصادية في الأردن. الإنتاج بالبلد كان هاي السنة كثير شحيح وقليل، من أقل سنوات إقبال الزباين على محلات الزهور. مروان يحضر أزهاره لتصل إلى من يحب، ولكن الطبيعة المحافظة التي تطغى على المجتمع الأردني قد تشكل حاجزاً أمام المحبين للتعبير عن مشاعرهم. فعلى الرغم من زخم الهدايا والورود الحمراء التي رصدتها كاميرا الغد، رفض بعض زبائنها من العشاق التعبير بصورة علنية رغم انتظارهم لهذا اليوم. طبعاً ذاك العيد الفالنتين كان أقوى من هذا بكثير، نسبة المبيعات، الحجز، كمية الورد، كانت ذاك العيد الحب أقوى بكثير. الحب إنه بوقت كورونا كثير إنه اعتمد كثير على التكنولوجي، إنه خلص صرنا نشوف الناس بيحبوا إنه تكستينج تشاتينج مع الناس، فبطل إنه كثير إنه طلعات وهيك، ويا دوب بتشوف ناس، وخاصة هلا إنه ما في إيفنت تروح عليها، فإنه أكثر إشي اعتمد على كثير التكنولوجيا. يعني الإنسان ويا زوجته وشريكة حياته المفروض يعبر عن حبه بكل فصول السنة مثل ما يقولون، أو كل أشهر السنة. روايات عيد الحب لن تكتب خاتمتها، فمهما كانت صعوبة المعيشة تواجهها المشاعر في أوجها وترسم أملاً لما لا يقدر بثمن، لتقف الجائحة عاجزة أمام العشاق. رعية يعقوب، الغد، عمان.